وزير الطاقة الجزائري أكد أن الاجتماع تطرق إلى آليات التعاون البيئي للبلدان الإفريقية في مجال الطاقة لتمكين ما يقارب 900 مليون إفريقي من الغاز و600 مليون آخرين من الكهرباء. لا يخفى عليكم أن أكثر من 900 مليون إفريقي بدون طاقة مودرن يعني جديدة وهي طاقة الغاز يعني بها الكهرباء والغاز، وأكثر من 600 مليون إفريقي ما عندهمش الكهرباء. فتطرقنا لكل مواضيع اليوم وكيفية التعامل مع البلدان المنتجة للبترول في إفريقيا، كذلك درسنا تقرير هام من ناحية الانتقال الطاقوي وتأثيره على إفريقيا وكذلك إنتاج البترول في إفريقيا وكيفية إنتاج البترول مع التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة.